لأن رفقاتي كانوا يشتغلوا معي بيساعدوا، كنا نشتغل محل واحد نلم شو اسمه تنك ونبيع. فنحن هلا عم نلم تنك وهيدول نبيعهم لنجيب سطل دهان. أنا بحب الأشياء البشعة لحليها، ما بروح على شيء حلو لأستفيد منه، بروح على البشع لأعطيه قيمة. So I told him that I'm willing to bring groups to Oosville. People can paint, they can volunteer, and in the same time they will bring back money with it. خلينا نغير اسم الأوزاعي من أوزاعي أوزاعيفيل، طلعت معي أوزفيل. صاروا المدارس يتلفنوا لي، يبعثوا تلاميذ، صاروا يتمشوا بالشوارع يلونوا. بالأوزاعي في عندك كباريات، يعني إذا صار في شوية مشكلة بيصير سحب سلاح سحب أواس. هاي المنطقة هي من أصعب المناطق بلبنان لأنك تعمل فيها هيك مشروع.